مرحبا، هل سمعت عن عقد الإيجار الإلكتروني الجديد؟ تعرف خطوات إصداره؟ في البداية يجب تجهيز المرفقات، نسخة من بطاقة المؤجر أو من ينوب عنه، نسخة من بطاقة المستأجر، نسخة من عقد ملكية المكان المؤجر، نسخة من فاتورة كهرباء حديثة. بداية يتم إدخال بيانات الطرف الأول وهي نوع المالك، ويكون فرد أو شركة، اسم المؤجر أو من ينوب عنه، البطاقة الشخصية في حال كان نوع المالك فرد، أو السجل التجاري في حال كونه شركة، رقم الهاتف ضروري من أجل استكمال الإجراءات. بعد ذلك يتم إدخال بيانات الطرف الثاني وهي نوع المستأجر سواء كان فرد أو شركة، اسم المستأجر، وإذا كان فرد يضيف رقم البطاقة الشخصية، وإذا كان شركة يضيف رقم السجل التجاري، ويضيف رقم الهاتف وباقي البيانات. بعدها يتم إدخال بيانات العقار وهي الولاية والشارع وبيانات قطعة الأرض ورقم حساب الكهرباء الخاص بالمكان المؤجر. وفي تفاصيل العقد يتم تسجيل نوع استعمال المحل المؤجر وتاريخ بداية العقد ونهايته وقيمة الإيجار الشهرية المتفق عليه. ولو كان نوع الاستعمال تجاري يتم اختيار الأنشطة حسب المسجل بوزارة التجارة والصناعة بشرط أن يوافق المالك على ممارستها بالمحل المؤجر، ثم يتم إرفاق الملفات المطلوبة. بعدها تصل لك رسالة باستلام طلبك وجاري مراجعته، وعند قبول الطلب تصل لك رسالة أخرى لاستكمال الإجراءات، أو تصل لك رسالة بوجود ملاحظات على الطلب. بعدما توصل رسالة قبول الطلب يتم استكمال الإجراءات، وبواسطة رمز التحقق المرسل إلى هاتفك يتم دفع رسوم العقد إلكترونيا، ويمكنك بعدها طباعة العقد. وهذه الخدمة تسهل على الطرفين استخراج عقد الإيجار، حيث يمكن تنفيذ هذه المعاملات من المنزل أو من مراكز سند أو من مكاتب البلدية، وأيضا من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، ومن خلالها تستطيع طباعة العقد في الحال وفي أي وقت. مع تحيات دائرة تقنية المعلومات بلدية ظفار.